وينضم إلينا من حيفا دكتور مطانس شحادة، الباحث في مركز مدى الكرمل والنائب السابق في الكنيسة الإسرائيلية. أهلا وسهلا بك دكتور شحادة على شاشة الغد. كما في الفترة الأولى بعد بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عاد الحديث من جديد عن اليوم التالي للحرب، من سيدير قطاع غزة؟ هناك إصرار من حكومة نتنياهو على خيار الإدارة المدنية لحكم القطاع المدمر، لماذا برأيك؟ مساء الخير. يعني أولا حكومة نتنياهو لغاية الآن لم تقرر ماذا تريد، يعني ما هي الصيغة التي ترغب بها إسرائيل في اليوم التالي إلى الحرب. يعني إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو هربا من النقاش هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع إشكالي. يعني هذا الموضوع يخلق إشكاليات بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية من جهة، وإذا قررت الحكومة الإسرائيلية أي شيء ونقاش الموضوع سيخلق إشكاليات مع اليمين المتطرف في الحكومة الحالية. يعني نتنياهو ربما يخسر أحزاب مثل سموتريتش وبن غفير، يخسرهم معه في التحالف الحكومي، لذلك يفضل عدم الخوض بشكل رسمي بنقاش هذا الموضوع، ولو كان بعض النقاشات هنا وهناك، ولكن لن تقسم الأمور ولم تترتب. لذلك تبقى الأمور التصريحات وبعض الأخبار، العناوين، يعني الأخبار والتسريبات إلى الإعلام، لأنه إسرائيل تقول، ولكن ما تقوله إسرائيل بالرغم من كل ذلك، ما تقوله إسرائيل إنها لا تريد أن يكون حماس في السلطة في قطاع غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب، وأيضا لا تريد أن تكون السلطة الفلسطينية كيعني من يدير قطاع غزة بعد الحرب. إذن يعني هو نتنياهو، طبعا نذكر عبارته الشهيرة، لا حماسستان ولا فتحستان في غزة. صحيح، ولكن لا يوجد، يعني أولا إسرائيل لا تستطيع أن تفرض من تريد، يعني هذا بات واضحا الآن. إسرائيل لا تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني وعلى قطاع غزة من يدير القطاع ومن يحكم القطاع ومن يقود الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يختار القيادات والإدارة. ثانيا، لا تستطيع أن تقف أمام كل العالم إسرائيل، يعني وشاهدنا في الأسابيع الأخيرة والأيام الأخيرة إسرائيل تستطيع أن تصرح ما تريد، ونتنياهو يستطيع أن يقول ما يريد، ولكن في نهاية المطاف هناك أيضا إمكانيات للضغط على نتنياهو، مثل ما فعل الإدارة الأمريكية وبايدن في الأسبوع الأخير وفي المحادثة الأخيرة حينما ضغط ووبخ نتنياهو على أرض الواقع. ثانيا، يعني صمود الشعب الفلسطيني في غزة هو من سيقرر من يدير القطاع بعد الانتهاء الحرب الإبادة على غزة، على قطاع غزة. لكن أهم شيء والأفضل أن يكون هناك توافق فلسطيني ووحدة حال فلسطينية واتفاق فلسطيني داخلي على ترتيب كل الملفات والمصالحة الفلسطينية والعمل بشكل موحد وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. هل هناك ملامح؟ هل هناك يتمكن أحد من فرض أي يعني رغبة على الشعب الفلسطيني؟ هل هناك ملامح لهكذا يعني توافق حاليا على الأقل دكتور مطانس؟ لا، للأسف كلا، للأسف كلا. يعني بدل أن تكون الأزمة الحالية وحرب الإبادة مدخل لإعادة توحيد يعني كل المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وإعادة بناء المشروع والمطالب والأهداف وحتى السلطة الفلسطينية بالإمكان إعادة بناها تحت سقف منظمة التحرير الفلسطينية، للأسف لم، يعني حتى هذه الدماء والدمار لم توجه العمل الفلسطيني بهذا الاتجاه. وبالإمكان، هناك مبادرات، هناك أصوات، وهناك حاجة أهم، يعني أهم من كل شيء أنه هناك حاجة، هناك مصلحة وجودية لدى الشعب الفلسطيني بإعادة الوحدة وبإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني. طيب، بالعودة إلى ما نشرته الصحيفة الفرنسية الشهيرة لوفيجارو حول رهان نتنياهو على العشائر العربية، يعني في رأيك يعني لماذا يبدو هذا الخيار يعني الأكثر تفضيلا لدى نتنياهو؟ يعني على ماذا يراهن؟ يعني لماذا يراهن عليه بمعنى أدق؟ أيضا هذا الخيار فشل، يعني بموقف الوطني من يعني العشائر والعائلات وكل أهلنا في غزة. ثانيا، هذا أسهل على نتنياهو، لأنه يعني العشائر والعائلات مش مشروع وطني ولا مشروع سياسي ولا مشروع إدارة، ولا عنده يعمل تحت مشروع يعني
هدفه إقامة دولة، هو يعتقد أنه بالإمكان استعمال العائلات والعشائر لمصالحه هو، لكن هذا فشل أيضا. يعني إحنا شعبنا أوعى من ذلك بكثير، شعبنا لا يمكن أن تذهب هذه التضحيات سدى، ولا يمكن أن يعني نرضخ لمطالب نتنياهو السياسية. المشروع الإسرائيلي الآن في أزمة، بالرغم من الدمار والقتل والدماء وقرابة 35 ألف قتيل فلسطيني وتدمير قطاع غزة وحرب الإبادة، في المحصلة في الجانب السياسي إسرائيل أيضا مأزومة الآن. إسرائيل لا يوجد لديها حلول سياسية من جهة، يعني حتى لو فرضنا جدلا إعادة احتلال قطاع غزة، طب ما هذا فشل للمشروع الإسرائيلي منذ 25 عام، يعني منذ أوسلو. إعادة احتلال غزة فشل المشروع الإسرائيلي، وفشل مشروع الانسحاب الأحادي الجانب، وفشل التفكيك أو الفك اللي حاولت تعمله الحكومة الإسرائيلية بين غزة وبين رام الله، بين الضفة وبين غزة. يعني إسرائيل حاولت، وهو ما يدل على انه يعني الحكومه الاسرائيليه نتنياهو بشكل خاص يعني لا يقرؤون التاريخ، لا يعني يستوعبون دروس التاريخ، يعني هذه المساله تحديدا يعني فكروا فيها في العام 2007 حينما ايضا طرحوا خيار ان تتولى العشائر الامور المدنيه في قطاع غزه، وقبلها بسنوات عديده في شبه جزيرة سيناء أيضا. يعني كانت محاولة فاشلة لروابط القرى أيضا في الضفة الغربية. نعم طبعا، نعم، وفي الضفة الغربية، وأيضا يعني في مصر، يعني في عندما عقدوا مؤتمر شهير اسمه مؤتمر الحسنة الذي أكد فيه شيوخ وعواقل القبائل في سيناء رفضهم التعاون مع الاحتلال. صحيح. فإن إسرائيل بالمجمل لا يوجد لديها مشروع سياسي واضح الآن. إسرائيل الحرب يعني تقريبا استنفذت ذاتها، لا يوجد أصلا، يعني لم يبقى أي شيء في غزة بالإمكان تدميره سوى مدينة رفح أو محافظة رفح. واضح أنه في معارضة دولية شديدة لدخول أو اجتياح رفح، وهناك مخاطر عسكرية وأمنية من دخول رفح، لن يكون هذا الأمر سهلا. لذلك إسرائيل يعني وصلت إلى طريق مسدود بالجانب السياسي. ماذا، كيف تتقدم من هنا وماذا تفعل الآن؟ ما معروض على الطاولة هو اتفاقية وقف إطلاق نار، ممكن تكون مؤقتة لست أو 7 أسابيع، وإطلاق سراح عدد من الأسرى المخطوفين، تبادل بين 40 أسرى ومخطوف إسرائيلي مقابل قرابة 1000 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. يعني الحل الآن يتجه نحو الحل السياسي، وإسرائيل ستضطر أن تواجه هذه الملفات، وستضطر أن تتخذ قرارات، وهذه القرارات يمكن أن تهدد تماسك التحالف الحكومي، وقد تؤدي يعني في الوقت ربما مع عودة الكنيست من عطلة الأعياد في منتصف أيار القادم، قد تؤدي إلى تبكير الانتخابات في إسرائيل. وربما حالة الارتباك التي يعني عليها الآن الحكومة الإسرائيلية توضحها هذه التصريحات ربما المتناقضة إنجاز للتعبير. يعني استمعنا إلى ما اقترحه وزير الجيش الاحتلال يواف جالانت اليوم عندما اقترح أن يقوم رئيس المخابرات الفلسطينية نفسه يعني ماجد فرج بإدارة قطاع غزة، أو يكون على رأس إدارة مدنية للقطاع. هذا كلام فاضي، يعني هذا كمان برضو يعني هيك يعني اجتهادات من وزير الأمن، لأنه لا يوجد لديه سياسة واضحة، لا يوجد لديهم مشروع واضح. على فكرة يعني جالنت كان يدعي منذ اليوم الأول للحرب، حرب الإبادة على غزة، أنه فقط الضغط العسكري والحملة العسكرية ستؤدي إلى تحرير الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين، واليوم بتصريح منه يقول أنه الآن بالإمكان التوجه إلى صفقة قرارات لتحرير صعبة، كان الأسرى يقول والأمور لابد نضجت. من اتخاذ قرارات صعبة، يعني مضطرين. صحيح، ويقول أن الأمور نضجت بالإمكان اتخاذ قرارات صعبة. طب لا أحد، يعني لا أحد يحاسبه في إسرائيل على ال6 أشهر هذه وعلى الحرب الإبادة والقتل. أين ذهب هذا الموقف أو شعار أنه فقط الحملة العسكرية أو فقط الضغط العسكري والاجتياح والقتل بالدمار سيؤدي إلى تحرير الأسرى والمخطوفين؟ طب لم يحرر أي أحد هاي الحرب الإبادة، لا، فقط اتفاقيات تبادل أسرى أدت إلى تحرير عدد كبير من الأسرى والمخطوفين الإسرائيليين. وهذا التصريح اليوم نفس الشيء، يعني هذا تصريح غبي من وزير دفاع أمن، لا يوجد لديه مشروع سياسي.
يعني هو يطالب من رئيس جهاز او جهاز امني فلسطيني ان يكون مستقل عن السلطه، او ايش يعني اوتونوميا، يكون حكم ذاتي. فلا، هذا يدل على مره اخرى على تخبط وعلى عدم وجود مشروع واضح لدى القياده الاسرائيليه، لا الامنيه ولا العسكريه ولا السياسيه، للتعامل مع اليوم التالي في غزه.